مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الشمال، والذي نناقش فيه مع الأستاذ إبراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل بعض القضايا المتعلقة بحياته السياسية والحياة الحزبية بشكل عام داخل محافظة الرقة وشمال شرق سوريا. مرحبا بكم أستاذ إبراهيم، ونرحب فيكم وأنتم تستضيفوننا اليوم في مقر حزب سوريا المستقبل هنا في هذا المكان. أهلا وسهلا بكم وبقناة اليوم، القناة الرديفة لأبناء سوريا، وأنتم أصحابين البيت، وكما يقول الشاعر دائما: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. الله يبارك فيك يا سيدي. بداية أستاذ إبراهيم، يستغرب المشاهد حينما يعلم أن إبراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل هو خريج جامعة بيروت العربية وقد اختص في مجال الهندسة المدنية. ما الذي جذبك في المراحل المبكرة من حياتك لخوض التجربة السياسية والعمل الحزبي؟ بداية أكرر ترحيبي بشخصكم الكريم وبالقناة. طبعا أنا خريج هندسة العمارة، كلية الهندسة المعمارية وليس الهندسة المدنية، في عام 1995 من جامعة بيروت العربية كما ذكرت. وبعد يعني رجوعي إلى سوريا في عام 1996 عملت في هذا المجال الهندسي لمدة طويلة إلى أن بدأت الأزمة السورية في عام 2011. وحقيقة من خلال قراءاتنا أنه من هو الشخص المثقف، من هو الشخص الذي يعمل في الشأن العام، من هل هو الشخص الذي يقرأ أم الشخص الذي يقدم نفسه أنموذجا للشأن العام ويتطرق إلى مجالات الحياة التي يستطيع أن ينقذ فيها الحالة السورية بعض النقاط المظلمة. وحقيقة كان لي تجربة في هذا الموضوع في عام 2008، أيضا كان لي مراسلات باتجاه الحكومة السورية وبشخص الرئيس الأسد يعني، وطلبنا أنه تعديل القانون 2003، قانون رقم 1 تبع الإدارة المحلية. أيضا كان لنا هناك يعني بعض النقاط المضيئة بخصوص الإدارة المحلية، لكن حقيقة لم يكن هناك استجابات. فبعد الحراك الثوري كان ديدننا الأساسي في عام 2011، ديدننا الأساسي ألا تعسكر هذه الثورة حقيقة. ودائما كان خطابنا باتجاه كافة الرفاق أو زملائنا الذين يعملون في المجال السياسي، نحاول أن نتحاشى موضوع الكفاح المسلح أو حمل السلاح أو غيره، وإنما الخطاب التصالحي أو خطاب التغييري، لا أريد أن أقول خطاب التصالحي وإنما خطاب تغيير باتجاه الحكومة السورية. نعم. وأيضا حالة الفقر اللي موجودة في سوريا اللي كانت سابقا، ونحن نعلم لبنان هي أصغر من سوريا عشر المساحة السورية وفيها أكثر من مليون سوري. الأردن كذلك تعيش على المساعدات وفيها أكثر من 500,000 سوري. السعودية، فوجدت أنه أبناء سوريا هم عبارة عن أشخاص متشظيين في كل، فلماذا سوريا لا تستوعبهم؟ فبدأنا في هذا العمل. هذا الحقيقة هو الذي دعاني إلى أن أنهج في موضوع الحراك السياسي الحواري وليس الحراك السياسي الذي وصلت إليه الآن سوريا بعد 10 سنوات، وهو حمل السلاح وسفك الدماء. بعد أكثر من 10 سنوات قضاها في العمل السياسي والتنظيم الحزبي، يقف إبراهيم القفطان اليوم كواحد ممن امتلكوا رؤية واضحة ونظرة ثاقبة تقرأ الحاضر وتستشرف المستقبل بما خاضه من معارك سياسية لا يهم أكان فيها الرابح أو الخاسر، إنما كان شغله الشاغل هو الإيمان بقضيته الأساس. فلم تكن تلك السنوات التي عاشها ولا الميادين التي اقتحمها سوى تكريسا لخبرته وتراكما لمعارفه. في 22 من شهر نيسان عام 2012 تم اعتقالك من قبل الحكومة السورية في منبج، مكان إقامتك، وأنت من هناك أصولك تعود إلى مدينة منبج. لماذا اختار إبراهيم القفطان في بداية سنوات الأزمة السورية الخيار الثوري في مرحلة طرحت فيها الحكومة السورية مبدأ الحوار مع كل الفصائل والتيارات المعارضة لها؟ حقيقة موضوع الحوار الذي كانت تدعو له الحكومة السورية هو حوار الطرف الواحد،
ولا أريد أن أقول هو حوار الصم البكم، وإنما هو حوار الطرف الواحد، أحاور ذاتي بذاتي. لأجل ذلك لم تدعو الحكومة السورية. ماذا يريد هؤلاء المثقفين؟ ماذا يريد هؤلاء الثوريين الذين خرجوا في الشارع ويقولون سلمية سلمية نريد إلى 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 آخره، إلى أن وصل إلى الخطابات المتأخرة أنه إسقاط النظام أو إسقاط الحكومة السورية، الشعب يريد إسقاط النظام. كانت في البدايات ليست كذلك، وإنما الشعب يسعى إلى الحرية، الشعب يريد الحرية. لأجل ذلك ما دعانا حقيقة أنه ننهج النهج أو الحراك الثوري هو عدم استجابة الحكومة السورية للطرف الآخر أو الصوت الآخر. هذا هو الذي دعانا أن نصدح بأصواتنا في الشوارع من خلال بعض المظاهرات، رغم أنه أغلب المظاهرات كانت تصدر من خلال المساجد أو غيره. نعم. رغم كنا نفضل أن تصدر من ساحات عامة من إلى آخره، لكن كان الظرف الماضي في بداية الثورة هذا هو النهج. لكن ما كنا نسعى إليه دائما أنه أن نوصل صوتنا، لكن مع كل أسف أيضا تعالى هذا الصوت وأصبح بدل صرير الأقلام أصبح عزيز الرصاص. خلال التجربة المريرة اللي عاشها الأستاذ إبراهيم، وهي تجربة الاعتقال من طرف تنظيم داعش، أدت بك بعد خروجك من المعتقل إلى مغادرة سوريا باتجاه تركيا في الأول من تشرين الثاني عام 2014. في ذلك الوقت عملت عضوا في الحزب الوطني الديمقراطي السوري. ما الذي وجدته في ذلك الحزب وأعجبك فيه؟ أنا عملت في حزب التحالف الوطني الديمقراطي. نعم. الوطني في العلاقات الخارجية. كنا أنا وزميلي رحمه الله الأستاذ عبد الرحمن بطران، ويجب أن أذكر هذه الشخصية لأنها أيضا شخصية وطنية. حقيقة ما جعلني يعني أذهب باتجاه التحالف الوطني الديمقراطي أو مشروع الإدارات الذاتية هو نفس الآلية أو نفس البرنامج، هو قبوله للأطراف الأخرى. هو ليس مشروعا يحمل وجه ويغفل عن أوجه أخرى، بل يتقاطع مع كل الأوجه السورية ضمن المضمار الوطني. هذا ما دعاني، وأنا كنت حقيقة يعني أعمل في العلاقات الخارجية وأنا كنت في تركيا، رغم أنه تركيا لا تقبل هذا المشروع وكنا دائما مهددين، لكن رغم ذلك عملنا بهدوء بأنه نريد أن نوصل هذا المشروع. وعندما تحررت منبج وهذه المدن، كان أول يوم تحررت فيه منبج 15/8/2016 كنت في منبج أنا أول يوم قدومي إلى هذه المنطقة. هذا ما يدعو يعني للسؤال، لماذا لم يبقى إبراهيم القفطان ممارسا لعمله السياسي خارج سوريا بشكل يبقيه يعني آمنا وبعيدا عن التصادمات أو التجاذبات السياسية؟ فور تحرير منبج عدت إلى وطنك سوريا وبقيت ممارسا للعمل السياسي، ليش ما ضليت بتركيا؟ عدت أنا وأولادي حقيقة. لا أريد أن أكون منظرا، وأنا لا أريد أن أذكر أسماء كانوا في الائتلاف أو في الحكومة السورية المؤقتة أو غيرها. كثير منهم كان يتواصل معي ويقول هل ترغب بأن تكون في المكان الفلاني وأن تكون في المكان الفلاني. وحقيقة دائما البوابة التي كانوا يدخلون إلى الناس فيها هو البوابة المادية، وأنه تركيا حالة آمنة وتدرس أولادك. حقيقة ما دعاني أن أعود إلى سوريا، طبعا حبي لوطني عن جد، أنا أحب سوريا بشكل غير طبيعي، ودائما وحتى في بعض الليلات كنت أقول يعني هذه دمشق وهذه الكأس والراح، وأتنقم في الياسمين عن جد. والآن أصبح هناك حشرجة في صوتي عندما أتحدث عن سوريا. سوريا كبقية حقيقة المقاطعة، يعني لا شك المعارضين أو الأصوات المعارضة تنادي من الخارج. من يريد أن يكون معارضا ويريد أن يوصل صوته، عليه أن لا يعيش في الفنادق، عليه أن يذهب. لست مع الخنادق العسكرية، وإنما خنادق أبناء سوريا. علي أن أعيش في خندقهم، أأكل مما يأكلون. ولا أريد أن أتحدث في هذه الحالة الطوباوية، وإن ترجمتها على أرض الواقع من خلال مجيئي إلى سوريا، وأنا أكون أقرب إلى أبناء جلدتي، وأنا أقود مرحلة من المراحل. جميل. لعلي أكون بوابة لينة لأن أكون محورا
أساسيا في تهدئة الوضع في سوريا، في استقطاب الحوارات مع الأطراف السورية الأخرى، لأن أكون شخصية مقبولة عند كل الأطراف، لكن لا أن أنصهر في فترة يعني دخولي إلى المجلس التنفيذي. حقيقة تعرف أنه بعد الحرب اللي خاضتها منبج وداعش وإلى آخره، فأنا دائما كنت أنظر إلى المجال الذي أستطيع أن أغطيه أو أن أملأ هذا المكان. فحقيقة رأيت أنه أنا أستطيع أن أملأ مكان الخدمي، وكانت المرحلة تحتاج إلى أشخاص يقومون بالأعمال الخدمية. فأنا أريد أن أعود إلى أمر، أينما أستطيع أن أخدم فعلي أن أكون في هذا المكان. فلأجل ذلك يعني كان ترشيحي باتجاه المجلس التنفيذي بالرئاسة المشتركة مع الرفيقة زينب قنبر. الهدف الأساسي حقيقة هو أن نعيد منبج بحلتها، ودائما كنت أقول لكل رفاقنا سأجعل من منبج سويسرا أو سنغافورة أو إلى آخره. وأنا كثير قرأت عن سنغافورة، وسنغافورة كانت سابقا هي عبارة عن مستنقع، حتى مياه نقية لم يكن فيها، والآن تطورت. فلماذا منبج لا تكون مثل ذلك؟ هذا الذي دعاني حقيقة، مثل ما تفضلت، لها تجربة فريدة. هذا الذي دعاني أن أتجه باتجاه المجلس التنفيذي، ونتساعد مع كل رفاقنا في مجال الصحة وفي مجال التربية. وفي على فكرة منبج في مجال التربية كانت نموذج من أول أيام الإدارة، وأيضا في موضوع البلديات منبج كانت نموذجا حقيقيا لكل مناطق الشمال والشرق من سوريا. طبعا لا أريد أن أقول بجهد الفردي، لا، كنا فريق عمل كبير من خلال رفاقنا قاطبة وأبناء منبج، استطعنا أن ننهض بمنبج. وبعدها رأيت نفسي أيضا في مكان آخر، وهو حزب سوريا مستقبل، أكيد راح نتطرق لهذا الموضوع. هذا اللي بدي أنا، بعد تجربتك في المجلس التنفيذي داخل مدينة منبج، وصلنا إلى يوم 27 مارس 2018، وهذا التاريخ تم إنشاء أو تأسيس حزب سوريا المستقبل، وكنت رئيسا للحزب إلى جانب الشهيدة هيفرين خلف بالأمان العام. ما الذي شجع أو دعا إبراهيم القفطان للالتحاق وتأسيس حزب جديد؟ ما هو المختلف في حزب سوريا المستقبل بداية عن موضوع الإدارة الذاتية أو المجلس التنفيذي لمكتب الإدارة النقابية الذاتية؟ لا شك كما ذكرت، يعني قلت بأنه كنت أسعى لأن تكون منبج نموذجا، فالآن بدأت العقلية تنفتح بأفق أكثر، والمساحة زادت في سوريا. بعد تحرير منبج تحررت الطبقة وتحررت الرقة وتحررت دير الزور وتحررت هذه المناطق. حقيقة ما دعاني إلى أنه نفكر في موضوع أنا والشهيد، عم نحكي عن تحريره من تنظيم داعش. بالضبط، من تحرير داعش، طبعا من كتلة الكتلة الإرهابية. حقيقة هم إرهابيين يعني، صحيح. فكنا نجلس أنا ورفيقي الشهيد أيضا عمر علوش رحمة الله عليه، وهو كان أحد الدعائم الأساسية المؤسسة لحزب سوريا المستقبل، وكان له فضل كبير في موضوع حزب سوريا المستقبل. فهذه الحالة توسعت، فالموضوع الخدمي يستطيع من يقوم فيه يقوم فيه، لكن يجب أن نتوجه باتجاه الأطراف السياسية الأخرى لحل الأزمة السورية، وخاصة أكثر من 35% من الأراضي السورية أصبحت ضمن، لا نقول سيطرة أنا حتى هذه اللفظة، وإنما تحت إدارة، عادت إلى سوريا إلى إدارة مشروع نهضوي ديمقراطي إصلاحي حواري يعترف بكل المكونات، يعترف بأبناء سوريا، لا إقصاء، لا إلى آخره. حقيقة اللي دعانا أن نفكر بأنه نشكل حزب سياسي، حزب سوريا المستقبل، وكان هذا الاسم حقيقة يعني لا أن يكون أيضا مؤدلجا ضمن قومية معينة أو نفس ديني مثل حزب العدالة والتنمية أو حزب النهضة أو غيره من الأحزاب التي لها نفس إيديولوجي، وإنما حزب يرتبط بسوريا الحقيقية، سوريا التي ننشدها. وأكبر دليل على ذلك بأن خارطتنا هي أو شعارنا الأساسي هو خارطة سوريا، والأهم من ذلك من داخل هذه الخريطة يخرج الياسمين الدمشقي، يعني أيضا اعترافنا بعاصمتنا دمشق، أيضا الشعار الذي خلفنا هو ياسمين الدمشقي. فهذا الحزب يريد أن يوصل رسالة إلى كل الأطراف، الحالة السلمية أولا التي يرعاها. الأمر الآخر، يجب أن يتشكل الحزب لأن هذه المنطقة لم تعد تحتاج إلى الموضوع الخدمي،
وإنما أيضا إلى الموضوع السياسي الذي افتقره وافتقده الأطراف الأخرى المعارضة. الأطراف المعارضة أو الائتلاف أو الحكومة السورية المؤقتة أو أي المعارضة بشكل عام هي كانت لا تحمل مشروعا سياسيا، لأجل ذلك بدأت تضيق المساحة لديها بعد استيلائها على 81.9% من الأراضي السورية، إلى أن أصبحت في زاوية ضيقة وأصبحت تستعين بتركيا لاحتلال بعض المناطق. المعارضة لم تعد تمتلك ولا 2% من الأراضي السورية، إلى أن استعانت بالاحتلال التركي ووسع دائرة الاحتلالات من إدلب إلى عزاز إلى جرابلس إلى كافة المناطق هذه وسيطر عليها. هذا حقيقة، يعني أنا أريد أن أعود إلى السؤال الأساسي، ما دعاني إلى أو ما دعانا جميعا إلى أن يكون لدينا حزب سياسي، هو أن يكون بوابة للحوار مع الأطراف السورية وأيضا الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية، لأنه لا يمكن أن تحل الأزمة السورية إلا من خلال مشروع سياسي تحمله، وهو ضمن شعارنا الذي نقول فيه دائما الأثاث الثلاث، هو الديمقراطية والتعددية واللامركزية. تنقلات عديدة مرت على حياة هذا الرجل، عرف خلالها معنى أن تكون سياسياً ينادي بالسلام ويدفع لقاء ذلك أثماناً باهظة، وما يزال حتى اليوم مؤمناً بصوته الحر وبأحقية هذا الشعب في عيش حياة ديمقراطية يحكمها مبدأ التشاركية لجميع الأطياف والمكونات. دائما نحن نمد أيدينا إلى السوريين، نحمل صحيح يدين إلى الدول الإقليمية والدول العالمية، والجانب الأقوى هو مد أيدينا إلى الحكومة السورية. قبل الاحتلال التركي ودخوله إلى رأس العين وتل أبيض، طالبنا الحكومة التركية السورية بأن تأخذ دورها، لأننا ننظر إلى الجيش السوري بأنه جيش لنا كلنا، جيش وطني، فعليها أن تغلق هذه الثقرات التي تريد أن تركيا. لكن مع كل أسف لم يكن هناك استجابة من الحكومة السورية، ومع كل هذا الأمر ربما يكون السبب عفواً المقاطعة أنه هذه المناطق هي خارج إدارة ودائرة سيطرة، وإن يكن هناك إدارات تحمي هذه المناطق ولا تتلف، هي حافظت على هذه المناطق على مدى سنوات طويلة. فإذا الأمن الوطني يتجاوز، فالأمن الوطني بالضبط، هذا الحقيقة، أمن البلاد، لأنه هي جزء من الخارطة السورية، ولا يمكن أن تستطيع أنت وعندما تذهب كوزير خارجية سوري إلى أي دولة، هو لا يمثل دمشق أو اللاذقية أو حلب، يمثل كل سوريا الخارطة السورية، ما في شك. فإذا الخلاف مع الحكومة هو خلاف سياسي، فلأجل ذلك نحن دائما، رغم ذلك، رغم كل الخلافات ورغم الدائرة الضيقة ورغم النقاط المظلمة الكثيرة، ونرى هناك بصيص من الضوء في حوارنا مع الحكومة السورية، نركز بحوارنا باتجاه الحكومة السورية، ولا زال هذا الحوار قائم حقيقة. لا زال هذا الحوار قائم بيننا وبين الحكومة السورية عبر الرعاية الدوليين، إن كان الروس أو أي الأطراف الأخرى. نحن لن نقلق الباب باتجاه الحكومة السورية للحوار، لأنه من حيث كما تقول الشهيدة هيفرين، وأريد أن أستذكر في هذا اللقاء الشهيدة هيفرين، تقول من حيث المشكلة يجب أن يكون الحل، المشكلة كانت في دمشق، يجب أن يكون الحل عبر دمشق وليس عبر بوابات أخرى. ومن يسعى إلى أن يكون بوابات الحل هي من الخارج، حقيقة هو يذهب من الصح إلى الخطأ، من الوهم، من الحقيقة إلى الوهم. لأجل ذلك على كل الأطراف السورية والحكومة السورية أيضا عليها أن تعي حجم المشكلة، بأنه إذا بقيت بهذه العقلية ستطال الأزمة السورية وستدمر أكثر. والكل يعلم بأنه الآن سوريا أكثر من 400 مليار، أو الرقم بعض الأحيان يصل لنا يتجاوز إلى 700 مليار دولار إعادة تأهيل، ما عدا أكثر من 800 ألف أو مليون شهيد في سوريا، وأكثر من تشريد 12 أو 15 مليون يصل أيضا العدد بين نازح وبين مشرد، الآن 6 أو 7 ملايين سوري مشرد خارج سوريا. لماذا هذا الأمر؟ هل عجزنا عن الحوار نحن السوريين؟
هذا ما يفقد ضرورة وأهمية للحوار أكثر من أي وقت مضى. لأجل ذلك نحن نركز على الحكومة السورية بأن أيضا تعيد حساباتها وتتقاطع مع القوى الديمقراطية ولا تتقاطع مع القوى الظلامية الإرهابية، نعم داعش وغيرها. بعد رحلات طويلة من العمل الحزبي الدؤوب والجهد السياسي المبذول للنهوض بواقع أنهكته الحروب، استقر القفطان على رأس حزب سوريا المستقبل الذي ينادي بالتشاركية مبدأً ويرفع راية اللامركزية شعاراً لمنهجه ومنطلقاً لتوجهاته. هكذا يقدم هذا الرجل السياسي نفسه، وهو الذي يعرف جيداً ما كبده السوريون خلال سنوات الأزمة التسع إثر ما عايشه من ترهيب واعتقال من معظم الأطراف المتصارعة في بلاده. المستوى الخدمي، خليني أحكي هون داخل محافظة الرقة، مشكورين أستاذ إبراهيم لكم العديد أيضا من المشاريع بعيدا عن الجانب السياسي والعمل السياسي، لكم أيضا العديد من المشاريع خلينا نسميها التنموية على مستوى المرأة والشباب. ونحن نعيش بالأمس كنا نعيش فعاليات المؤتمر التأسيسي لمجلس أو لجنة المرأة، واليوم أيضا كان عقدتم أيضا مجلس أو مؤتمر تأسيسي للجنة الشباب ورعايتهم. ما هو الطموح المقبل على المستوى الخدمي؟ وأنت ذكرت بأول اللقاء لك تمرس يعني ومعرفة جيدة وخبرة لا بأس بها في الجانب الخدمي، ما هي النوايا التي يقوم أو ينويها الحزب للدخول في مجال المرأة والشباب وتطوير بشكل أفضل داخل المحافظة؟ حزب سوريا المستقبل لا شك لديه برنامج سياسي وبرنامج اقتصادي وبرنامج تربوي. هذه البرامج عادة نحن نعلم الأحزاب السياسية عندما تكون في الإدارة، إدارة الدولة، تطرح مشاريعها وتقوم بتنفيذها. لكن ما سعينا له نحن في هذه المرحلة ونحن الآن لم يكن لدينا مفاصل الأساسية بإدارة شمال وشرق سوريا، وإنما حزب ينشط من خلال أعضائه وتنظيم المجتمع. ديدننا الأساسي في موضوع حزب سوريا المستقبل حقيقة هو الحلقة التنظيمية أيضا التي افتقدتها الأطراف الأخرى. نركز على التنظيم، وهذين الجناحين الذي أريد أن أركز عليهما كان مفقود لدى الأحزاب. إذا رأينا الأحزاب في مصر ولا الأحزاب في الأردن ولا الأحزاب في تونس، حقيقة هناك حلقة مفقودة في جانبين، لأن الحزب هذا لا يستطيع أن يطير إلا بجناحين، جناح المرأة وجناح الشبيبة. فهذين الجناحين لم نغفل عنهما نحن، ولاحظنا في 24/11/2020 كان مؤتمر المرأة أو مؤتمر مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل، و25 بالشهر كان مؤتمر مجلس الشبيبة. لأجل ذلك نحن حقيقة كحزب سوريا المستقبل لن ننشغل في هذه الفترة في المواضيع المشاريع الانمائية أو المشاريع الخدمية أو غيرها، سنعمل في هذه الفترة حقيقة في الحالة التنظيمية والتوجه إلى أبناء سوريا قاطبة، والتواصل مع أبنائنا في اللاذقية، لنا تواصل أيضا في اللاذقية وفي دمشق وفي السويداء، لنا تواصل حقيقة جيد جدا يعني في مناطق السويداء ودرعا وغيرها. الهدف الأساسي الآن الذي نسير عليه هو الحالة التنظيمية، وأن يكون لنا كوادر حزبية لحزب سوريا المستقبل تعمل على أرض الواقع، تستطيع أن تؤهل ذاتها لمرحلة مقبلة بعد حالة الاستقرار، لمرحلة انتخابات إن كانت على الصعيد البرلماني أو على الصعيد الرئاسي أو على صعيد الوزراء أو أي صعيد. نحن نريد، وهي قلتها في بداية الحلقة، نريد أن نحول الشعب، ودائما الفلاسفة عندما يقرؤون الشعب يقرؤونه من ناحيتين، ناحية مجتمعية والناحية الأخرى هي الناحية السياسية. فنحن نريد أن يتحول هذا المجتمع إلى مجتمع سياسي يدرك ويعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات. وهذه الفوضى التي صارت في سوريا أو أصبحت في سوريا على مدى السنين الماضية هو فقدان البوصلة التي لا يعرف الشخص ما عليه من واجبات وما له من حقوق، وأصبحت المدارس تتلف وكأنها هي خاصة في
الحكومة أو الدولة أو الرئيس أو غيره، وأصبحوا يتلفون المؤسسات العامة وغيره. السبب في ذلك السياسي. لأنه حقيقة هو الجانب السياسي جانب مخفل عند أبناء هذه المنطقة. صحيح. وخاصة أنا أريد أن أركز يعني المناطق التي يقطنها أغلبية عربية، وهذه ملاحظة أيضا برفاقنا بحزب سوريا المستقبل. دائما نحن لا نركز على أنه هذه المنطقة كردية وهذه منطقة عربية، بل مصطلحنا الحقيقي هذه المنطقة يقطنها أغلبية كردية وهذه المنطقة يقطنها أغلبية عربية، لكنها منطقة سورية. برامج واعدة يخصص لها إبراهيم القفطان جل وقته وجهده، ولأنه يرى للمجتمعات الناضجة ركيزتين أساسيتين لا يمكن أن يتطور دونهما. كان للمرأة والشباب مجلس خاص يتابع قضاياهم ويهتم بشؤونهم ويعمل على تنظيمهم وتمكينهم في المجتمع، فضلاً عن الموقف التصالحي من جميع الأطراف السورية. يعتمد القفطان مبدأ الحوار خياراً وحيداً لحل كل الأزمات العالقة في سوريا حتى اليوم، فينتهج لحزبه موقفاً متوازناً ولغة تقاربية تقف من الجميع مسافة واحدة، حدودها الوطن وإطارها التحديث وجوهرها الإنسان. إلى أي مدى إبراهيم القفطان متفائل في المرحلة المقبلة على المدى القريب أو البعيد في تحقيق مثل هذه الأهداف من خلال موقعك برئاسة حزب سوريا المستقبل؟ دائما من يكون في الرئاسة، وأريد أن كما تفضلت أن أختم هذا الموضوع، من يكون في الرئاسة يجب أن يكون متفائلا مهما اظلمت الأبواب أمامه، عليه أن يشعل الشمعة وإن كانت على الصعيد الفرد. جميل. بذاته إبراهيم القفطان أنا متفائل حقيقة في الحالة السورية، رغم أن هناك عقبات كثيرة، لا نريد أن ننكر بأن هناك عقبات كثيرة، وهذه العقبات حقيقة لم تتعلق في الشعب السوري، وإنما تتعلق في من يدير الأزمة السورية من التصارع الدولي لتحقيق مصالحهم، إن كانت روسيا أو تركيا أو إيران أو أمريكا أو أي دولة من الدول. هذا التصارع الذي نلاحظه على الأرض السورية حقيقة هو نتاج تدويل الأزمة السورية. لأجل ذلك نريد أن نقول لكل القوى الخارجية، دعونا، نحن نستطيع أن نتصالح مع أبناء سوريا، وعلى الحكومة السورية أن لا تستقوي بالأطراف الدولية على أبناء سوريا. هذا يجعلنا في مسار حقيقي مضاء ومنار. وأكرر، رغم أنه النقاط المظلمة كثيرة، لكن إذا استطعنا أن نرى كما يقول معاوية أن نجعل بيننا وبينهم شعرة وهي ألا نقطعها، لن نقطع أي شعرة بيننا وبين أي طرف سوري، وكذلك بين أي طرف إقليمي أو طرف دولي. لكن عليهم أن يحققوا مصالحهم، وليس لدينا مشكلة في ذلك، الدول الإقليمية أو الدولية، ونحن أيضا نحقق مصالحنا. شريطة أن لا تتعارض مصالحهم مع مصالحنا، أو تتفوق مصالحهم على مصالحنا وعلى دماء أبناء سوريا. كفى قتل حقيقة، يعني يكفي قتل، يكفي دماء لأبناء سوريا. ألم يرتوي هذا العالم من دماء أبناء سوريا؟ ألم ترتوي البحار من لحوم أبناء سوريا الذين غادروا البلاد وركبوا السفن وإلى آخره؟ ألا يكفي ما قتل في الحدود التركية السورية من خلال ألغام أو غيره؟ على أبناء سوريا الذين يسمعونني، علينا أن نتحاور، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حل إلا من خلال الحوار. الأستاذ إبراهيم القفطان، رئيس حزب سوريا والمستقبل، نشكر لك إتاحة هذه الفرصة لنا لإجراء الحوار اللي أجرينا في هذه الحلقة، فشكرا جزيلا لك. شكرا لكم. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نبض الشمال، على أمل أن نلقاكم في حلقات مقبلة. حتى ذلك الوقت، هذا فادي دخاني يحييكم ويتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها. إلى اللقاء. شكرا لكم أستاذ.